نبتدي بسوبر كورة، واللي بتقول ان الاهلي ينتظر عودة الخطيب لتجديد عقود اكرامي وعاشور وفتحي وسليمان، واحنا عارفين ان الرباعي ده عقده هيخلص مع نهاية الموسم، فبالتالي طبيعي قوي ان الفترة الجاية هيتم فتح هذا الملف، لان في شهر يناير اي لعيب ناقص في عقده 6 شهور يحق له التوقيع على اي نادي اخر. مش بقول ان هم بيرغبوا في كده، بالعكس احنا بنتكلم على 4 عندهم تاريخ كبير جدا مع النادي الاهلي، اكرامي وحسام عاشور واحمد فتحي ووليد سليمان، كله طبقا لقواعد معينه وطبقا للتواصل اللي هيحصل، والناس دي يعني اهلاويه جدا وعارفين تاريخهم وامكانياتهم مع النادي الاهلي وخبرات مؤثره في صفوف الفريق بكل تاكيد. فاكيد الفتره الجايه هيتم فتح هذا الملف يعني. نروح بوابه الاهرام، واللي بتقول ان الاهلي يكافئ فايلر ب 100,000 دولار، وده بسبب يعني الفوز بالسوبر وطبقا لعقد الراجل. مش عارف، مش عايز اقول المبلغ بالظبط، المبلغ ده حقيقي ولا لا، النادي الاهلي ما اعلنش بشكل رسمي، لكن اكيد طبقا للعقد لو هو فاز بالسوبر مثلا او باي بطوله معينه فبيبقى ليه مكافئات حسب بقى النسبه اللي يحددها النادي الاهلي بالطبع يعني. نروح ل 1-3، و بتقول ان الاهلي يكشف حقيقه طلب فايلر التعاقد مع لاعبين جدد للاستغناء عن اخرين، واحنا اتكلمنا في الموضوع ده كتير قوي، وزياده في التاكيد مستر فايلر لسه ما طلبش لا لاعبين جدد ولا طلب استغناء عن بعض اللاعبين الموجودين في صفوف النادي الاهلي، لان لسه الفتره الحاليه بتتكلم في بعض المباريات اللي ممكن تتلعب في البطوله المحليه وعندك مباريات في البطوله الافريقيه، فلسه التوقيت مش دلوقتي خالص، هيبقى في دراسه للاعبين بشكل كبير جدا لكل القائمه وتحديد احتياجات الفريق طبقا لرغبه مستر فايلر، هو اللي هيحدد انهي مكان عايز فيه تدعيم، انهي مركز، فكل الامور دي لسه شويه عليها، ولما هيبقى فيه حاجات جديده هنقولها لحضراتكم بكل تاكيد، لان ده دورنا ان احنا دايما دايما نحاول نعرف جمهور النادي الاهلي بكل جديد يخص النادي بشكل عام. نروح للفجر الرياضي، والخبر ده في الحقيقه بالنسبه لي مهم، لان بيقول لك ايه؟ بيقول لك الاهلي يحاول اقناع فايلر بالتعاقد مع صفقه الموسم، قصدهم يعني من الاخر كده على الكهرباء. وهي صفقة الموسم أو صفقة الموسم طبعا هو لعيب كبير جدا، كهربا لعيب مميز، مفيش أي نادي ما يتمناش يبقى عنده كهربا، ده شيء طبيعي، لكن دايما في سيستم في النادي الأهلي معروف، لا بيحاول إقناع مدرب بلعيب معين ولا الكلام ده خالص، أي كلام من هذا القبيل مش موجود في النادي الأهلي، لكن ممكن المدير الفني، مش بتكلم بقى على اسم لعيب محدد، بس المدير الفني ممكن يكون بيشوف طبقا لاحتياجاته فيديوهات لبعض اللاعبين، بناء على تقييمه لهذه الفيديوهات المبدئيه يعني هيقول اوكي يا جماعه هاتوا لي اللعيب ده او ما تجيبوليش اللعيب ده، هو الراجل هو اللي هيحدد، ده الطبيعي في النادي الاهلي، لكن حته ان الاهلي او المجلس او المسؤولين عن الكوره في النادي الاهلي يقنعوا مستر فايلر بلعيب معين ده صعب ان هو يحصل يعني، الراجل مقتنع باي لعيب، مش بتكلم على كهرباء بتكلم على اي لعيب بشكل عام، الاهلي هيوافق على طول على تلبيه طلب فايلر، لما يقول هاتوا لي اللعيب الفلاني هنحاول بقدر المستطاع او المجلس هيحاول بقدر المستطاع ان هو يجيب له اللعيب اللي هو بيرغب فيه ايا كان مين هو اللاعب ده. نروح لليوم السابع. موضوع متولي، وان ما يعني فيش استعجال في عوده محمود متولي بسبب التوقف، خلاص انت ما عندكش ماتشات دلوقتي فطبعا ما فيش استعجال، واحنا عارفين محمود متولي كان عنده مزق في العضله الخلفيه وكان المفروض فتره العلاج بتاعته 6 اسابيع، عدى منهم 3 4 اسابيع، يعني اعتقد كده براحته بقى قدامه اسبوعين يعني ان شاء الله، ويعود للتدريبات الجماعيه ان شاء الله باذن الله مع الفريق. نروح للوطن سبورت وتساؤل، وفي الحقيقه الناس كلها بتسال التساؤل ده، او في معظم الجماهير بتسال التساؤل، هل يرحل صالح جمعه عن الاهلي في يناير؟ الموضوع يعني مش متاخد فيه قرار نهائي، وبالمناسبه يا جماعه موضوع ان صالح جمعه يمشي في يناير ده مش حاجه سهله، صالح جمعه لعيب كبير جدا، امكانيات كبيره جدا جدا، فبالتالي مش سهل ان اي فريق او بالتحديد النادي الاهلي يفكر ان صالح جمعه او ياخد قرار بدري كده ان صالح جمعه يمشي في يناير، لا لسه فتره طويله لحد يناير 3 شهور، صالح جمعه بنسبه كبيره باذن الله هيكون موجود الفتره الجايه مع النادي الاهلي في حسابات المدير الفني، هو دلوقتي في حسابات المدير الفني وبنسبه كبيره هيتم الاستعانه بيه ان شاء الله يعني حسب برضه تقييم الراجل يعني، لكن صالح جمعه ماشي في تدريبات بشكل كويس، بيتمرن بشكل جدي جدا والمعدات البدنيه بالنسبه له في ارتفاع مستمر في تدريبات النادي الاهلي، فللاسف ده تساؤل بيتردد خلال الفتره دي لان صالح ما لعبش ولا ماتش لحد دلوقتي مع المدير الفني، لعب الماتش الودي الاخير بس في الشوط الثاني، لكن ان شاء الله الفتره الجايه نتمنى له التالق مع الفريق، وما حصلش يا جماعه لحد هذه اللحظه اي كلام بخصوص رحيل اي لاعب بما فيهم صالح جمعه، ما حدش خالص اتكلم في الجزئيه دي.
عايز اروح لصدى البلد، ده اخر خبر معانا، واللي بيقول ان في لاعب في الاعلاميين جاله رباط صليبي، وان الاهلي عرض علاج هذا اللاعب. احنا عارفين كان في ماتش ودي بين الاهلي والاعلاميين من كام يوم، وكان النادي الاهلي بيستعد من خلال هذه المباراه، مباراه الزمالك كانت المفروض تبقى النهارده الساعه 8. فبالتالي اللاعب اسمه احمد كمال جلبرتو، شهير بجلبرتو، جاله قطع في الرباط الصليبي، نتمنى له الف سلامه يا رب خلال هذه المباراه. فالنادي الاهلي من خلال كابتن سعد عبد الحفيظ تواصل مع رئيس نادي الاعلاميين وقال له احنا مستعدين نتكفل بمصاريف علاج جلبرتو من الرباط الصليبي. فرئيس نادي الاعلاميين شكر النادي الاهلي وقدر جدا هذا العرض، لكن قال في نفس الوقت احنا مرتبطين بتعاقد مع هذا اللاعب واحنا اللي هنعالجه على نفقتنا الخاصه. فاكيد دور كان مميز جدا و فكرة كانت مميزة جدا من النادي الأهلي، خصوصا لعب صاف في مباراة الأهلي الودية. دي كانت أخبار الأهلي في المواقع، أخبار محلية وعالمية نروح نشوفها.